قال الصحابة هم أولو العرفان. أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحداه أن يأتي بهذا المذهب ويبينه لنا. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يبين إن الشيخ قتل مسلما واحدا. أتحدى من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يأتي إن الشيخ كفر وأحدا من المسلمين، وإنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم.